عندي تدخل خلال الآخر، ولكني أنا ما أعيبه على القنوات أنهم ينتقدون يحكموا علينا بلا ما يعرفونه. هما يعتقدوا في نفسهم يتهكموا، ولكني في واقع الأمر هما داروا لي شهرة بلا ما يحسوا. أنا كي الأستاذ النووي والأستاذ تاع الخبر ما عرفتوش شكون، هما قالوا باللي حنايا ما لخص البرنامج في 5 دقائق والعمل فات عليه مرور الكرام. أنا والله ما يهمني خدام ولا مرية، اللي كان التدخل تاعي كان جوهري في 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 أشياء عمومية وطنية. أنا ما جيتش محلي هنا، جيت وطني، لأن هذه سياسة الحكومة. سياسة الحكومة لازمنا نرتقوا المستوى سياسة الحكومة. ولكن إلا عدت نهضر لهم على الحي والقرية والزيقو والقودرو، سما أنا مانيش نايب، أنا عضو في البلدية ولا عضو في الولاية.